فرقة مكافحة الاتجار غير شرعي للمخدرات من المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر تحت إشراف نيابة محكمة أرويبة من إيقاف وتفكيك شبكة إجرامية منظمة تحترف الترويج والمتاجرة في المخدرات، إن تم إيقاف خلال هذه العملية 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و68 سنة، إلى جانب ضبط كمية من المخدرات قنب الهندي قدرت ب 194 كيلوغرام و340 غرام، كذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب 4 مليار سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 2095 أورو و5000 دينار، حجز كمية معتبرة من المفرقعات والشماريخ قدرت ب 3930 وحدة، كذا 3 مركبات سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لنظر في ملفهم.